أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية وانعكاساتها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تؤكد أهمية الإسراع بأعمال زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار. وأكد الملا خلال جولة تفقدية بعدد من حقول البترول بالصحراء الغربية، أكد على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة أعداد الحفارات، ومن ثم ما زيادة العدد الآبار والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة. وأضاف الملا أن استراتيجية زيادة الإنتاج تتضمن العمل على تعزيز نواحي الأمن والسلامة ومشروعات لخفض الانبعاثات وترشيد الاستهلاك وكذلك خفض تكاليف الإنتاج. احنا بنتابع بقى النهاردة زيادة الإنتاج واستقراره، وفي نفس الوقت سواء ده كان بالنسبة للزيت الخام أو للغاز الطبيعي. وزي ما كنت بقول الصحراء الغربية مهمة جدا، لأن هي بيتم إنتاج فيها أكبر حصة من الزيت الخام بتطلع من الصحراء الغربية وهو خام الصحراء الغربية، وده من ضمن الإنتاج المهم اللي بتقوم به الشركات المشتركة النهاردة. وإحنا بنزورها شركة خالدة وهي مع الشريك الأمريكي شركة أباتشي، وشركة عجيبة وهي مع الشريك الأجنبي الإيطالي شركة إيني.